تحياتي لكم. هذا الفيديو هو عن سيناليزاسيو ديناميك. شو معنى سيناليزاسيو ديناميك؟ هو يعني اللافتات الديناميكية، يعني اللافتات هي بتمشي حسب الوضع الشارع أو حسب السيتواسيون، يعني حالة الطريق. هن 1 2 3 4 5 وهاي السادس. فأول شيء هون يعطيك fermeture de passage à niveau muni de barrière avec indication sur panneau. Panneau safran. هلا في بانو في بانوس. البانو هي اللافتة، ولكن البانوس هي اللافتة المقصودة، يعني بتعلن. فخلينا نشوف. مثل ما قلت لكم ديناميك يعني تمشي حسب وضعيات الشارع. فهون بيحكي انه الطريق راح يتسكر باساج نيفو، يعني في قطار قدامك، فلما بيتسكر القطار يمشي فالدومي باغيير. مي باغيير هو نصف نصف عفوا الحاجز. فاحيانا بيكون 2 أو 1، فهذا بيحكي لك انه هذا 1 بيكون ويتسكر الشارع حسب اونديكاسيو سور بانوس. يعني احيانا بيعطيك انه فيرمي او اوفري، يعني مفتوح. هذا هو هذا اللافتة الديناميكية، يعني هي ضوء تشتغل وبتطفي، يعني بيعطيك معلومات. هون اللافتة الثانية بتعطيك انه بريزونس غوليتيفمو بروش دو نابي دو بروير او دو فومي ايبس، يعني ظهور نسبة قريبة من الضباب أو الدخان كثيف. هذا هو اللافتة الثانية. اللافتة الثالثة هي بتقول هون شايفين طلعوا عليها interdiction véhicule de circuler sont maintenir entrée ou à intervalle au moins égal au nombre indiqué. يعني ممنوع السير سيركولي، يعني السياقة، يعني السير يعني السيارة اللي قدامك. شايفين هاي مسافة الأمام بتحكي، ومسافة الأمام لازم تكون حسب الرقم. شايفين ممنوع بأنك تسوق سيارة، يعني إذا ما بتحترم أو ما بتحافظ على مسافة الأمان التي يعني أعلنت في اللافتة. يعني مسافة الأمان هون بيحكي لك 150 متر لازم تكون بينك وبين السيارة إلى قدامك، حتى إذا جي لك سؤال في الكود. أنا راح أعطيك مثال. إذا جي لك سؤال في الكود je maintenir من distance de sécurité même je suis arrêté، يعني ميم الاغي جواب نعم، يعني احافظ على مسافة الامان ولو حتى يكون السيارات متوقفة. جواب نعم. فانتبهوا، اللافتة بتقول انه ممنوع تسوق اذا ما بتحترم مسافة الامان، فلازم تحترم مسافة الامان حسب الرقم الموجود باللافتة. احيانا بيكون 70 متر، احيانا بيكون 50 متر، يعني المقصود مسافة الامان طبعا. هون هاي بتقول دونجي بروش دو شيت دو نيج او ا دو لا بلوي فري غلاس. شو هي فري غلاس؟ يعني بلوي فري غلاس يعني امطار المتجمده. يقول انه خطر سقوط الثلوج. شايفين هاي اللافته هي سوداء، بتعطيك معلومات، فقط معلومات، هي عباره عن ضوء بيشتغل وبيطفي.
خطر تساقط الثلوج أو تساقط الأمطار المتجمدة. عفوا. واللافتة الخامسة هاي بتحكي لك تخافوا، يعني في عمل في شغل بالشارع يعني. أما السادسة بتعطيك بانو، شايفين مكتوب بانو أمساج فاريابل، شلون يعني؟ يعني بتعطيك معلومات، هاي لافتة بتعطيك معلومات كلمات، مثلا هون مكتوب بوشون 15 كيلومتر. خلينا نشوف مثال آخر عن هاي اللافتة اللي بتعطيك معلومات، شايفين مكتوب بوشو 12 كيلومتر. إذا بتروح على منطقة فوفي أو ليون هي كمان 12 كيلومتر، هو 18 عفوا مكتوب. مثال آخر هاي لافتة المساج، يعني يعني مساج عفوا بتعطيك رسالة معلومات. أحيانا إذا في أكسيدون، في حادث، بيعطيك معلومات إنه في حادث بالطريق، هاي بتعطيك معلومات. شايف هون مكتوب ساعة 11 و30 دقيقة. هاي هي 6 لافتات. الفيديو بسيط، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.